تعزيز البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية وكذا التركيز على البحوث التطبيقية وتشجيع نشرها هي أهم مخرجات المؤتمر 18 للوزراء والمسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي المنعقدة في الجزائر. خرج هذا المؤتمر بجملة من التوصيات، منها ما هو موجه للدول العربية، منها ما هو موجه للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. كانت الأوراق المقدمة هي حول البحث العلمي واستشراف المستقبل، ظروف البحث العلمي، تصنيف العربي للجامعات، معالجة موضوع الشهادات الدول العربية واقتراح المنظمة بوجود منظومة بلوكتشين لاعتمادها في الشهادات وفي هذا الجانب. على مدار 3 أيام كان المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات على المستوى العربي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من جهة، وفرصة لصياغة تصورات مستقبلية من شأنها تحقيق كل التوصيات من جهة أخرى. هذا المؤتمر 18 اللي بدأت فيه الجزائر ترأس هذا المؤتمر لمدة سنتين، وكان فيه عمل تاري من خبراء، كان خبراء لكل دول العرب اللي كانوا موجودين، وتكلموا على كل الانشغالات والتحديات اللي تخص التعليم العالي والبحث العلمي في البلدان العربية. وكان من التحديات كل ما يتعلق بتعزيز التعاون بين الدول العربية، كذلك التعاون فيما يخص التكنولوجيات الحديثة وخاصة كما الذكاء الاصطناعي. هي مناسبة سعت من خلالها الجزائر جاهدة لتعزيز العمل العلمي والبحثي ومواجهة التحديات التي تفرضها التحولات العلمية الرقمية الجديدة.